مرتي توفت بسببك، انت اللي خربت لي حياتي، انا تعيس بسببك، ولادي صاروا وحيدين ويتامى بسببك، قلعتني من الشغل وما عطيتني تعويضي، ما قدرت كون جنب مرتي وداويها، ما قدرت اعمل لها اي شيء، كل هاد بسببك، كله بسببك انت. لو ما قلعتني من الشغل او لو بس عطيتني تعويضي، ما كانت رح تموت ام ولادي، ما كانت ماتت. هلأ صار دورك، انا رح خلص عليك، لك صرت اخجل من حالي قدام ولادي. انت انت يلا قتلني، اصلا انا منتهي، انتهيت، قتلني قتلني وريحني، انا فلست، قروض البنك كسرت ظهري، المعمل ما عاد لإلي، انبسط، ما ضل عندي أملاك لأرهنها للبنك، أنا انتهيت، أنا انتهيت، كل الوقت عم اتهدد مشان المصاري، كلهم بدهم يقتلوني. تمام، عملت هيك فيك، واللي عملته انقلب علي هلا، القدر كان عم يخبي لي ياهن، ضربني ضرب ضربني يلا ضربني. حسابك عند الله. عم يتقدم اللاعب على المرمى، رح يقدر يسجل هدف او لا، كرة خطيرة، محاولة من الجهة اليمنى، وبراوغ الاول، بيخترق الدفاع، اسماعيل الارضية، اسماعيل جول جول جول، جابوا جول، حلو حلو كتير. يلا شوت شوت يلا. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام، كم خبزة بدك أخي؟ بدي تعطيني الخبز البايت من عندك. خد هدول.
قديش حقهم. مو مشكلة، أعطيني يلي معك. أختي أنا جوعان. شش لينام، شوف شو بجيب لك مشان تاكل. إجا بابا، روح وافتح له الباب. عثمان روح وافتح. ما بدي افتح له، زعلان منه. يا الله يا عثمان، مو معقول، كأنك ما بتعرف وضع بابا وقديش متضايق. وين أبوكي؟ مانو بالبيت، طلع ولسه ما رجع. وصلي له هالحكي، اطلعوا من البيت. فهمتي شو تقلي له؟ ليش؟ مو معقول، ما عم تدفعوا الأجار من شهور وأنا عندي مشاكل. عن جد عيب عليكم، طلعوا من البيت. بدي أجر البيت لغيركم، عم تفهمي؟ بلش الموضوع يوترني، أنا ما عاد بدي إياكم بالبيت. طلعوا، اسمعي، معكم مهلة أسبوع واحد أو بتفضوا البيت، يا أما أنا بطالعكم بالقوة، فهمانة؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.